في مدينة براتو، واحدة من مدن إقليم توسكانا، 23 سبتمبر 56 اتولد باولو روسي. ولما اكتمل العام السادس زيه زي أي طفل بدأ في ممارسة كرة القدم كهواية في الشارع مع أصحابه وجيرانه، لكن الهواية دي اتحولت لشغف وطموح أكبر. أعزائي متابعي ملعب المصرية في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة ورمضانكم كريم وقصة جديدة عن واحد من أهم اللاعبين في تاريخ إيطاليا، بطل وأيقونة كأس العالم 82 باولو روسي. يلا بينا نعرف حكايته بسرعة. انضم روسي للعب في فرقة من الفرق الصغيرة في مدينة فلورنسا في إيطاليا. بلغت شهرته في أنحاء البلدة اللي بيعيش فيها على إنه مهاجم قناص ولاعب مهاري من الدرجة الأولى، ونتيجة لصيته الكبير ده العملاق الإيطالي وقتها يوفنتوس في سن 16 سنة ضمه. لكن في الفترة من 72 ل 75 ما شاركش في أي مباراة بسبب الإصابات كتيرة اللي تعرض ليها. نادي يوفنتوس كان ساعتها بيدي الفرصة لأي لاعب شاب موهوب انه يلعب، ولكن باولو روسي حظه كان سيء للغاية، ومش دي النقطة الوحيدة اللي سيئة في حياته. قرر طبعا يوفنتوس انه يتخلص منه واعاره النادي اسمه كومو كم شهر، لكن زي ما هو سوء الحظ ملازمه وما وفيش في اي مباراة لعبها مع نادي جديد وما احرزش اي هدف، وانتهى الامر بيه بدون مشاركة والاصابات بتطرده من جديد. خلاص انهى علاقته بيوفنتوس وانتقل لنادي فيجنيرا، واحد من أندية الدرجة الثانية، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم. تصور أن باولو روسي كان أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم من سنة 76 لسنة 82. الصفقة دي طبعا كانت سعرها 1.5 مليون يورو، وفي مصادر تانية بتقول أن قصته انتهت ب 1.750 ألف يورو. لكنه برضو كان بعيد عن أضواء دوري الدرجة الأولى. بدأت موهبة ومهارة روسي بقى في الظهور من جديد، وتألق بعيد عن الأضواء وسجل 21 هدف، وخط فريقه للصعود لدوري الدرجة الأولى، وفي موسم 76-77 يقود ناديه للمركز الثاني خلف يوفنتوس، وتوج هداف للدوري وقتها برصيد 24 هدف، وشارك طبعا مع إيطاليا في كأس العالم 78 اللي حصلت فيه إيطاليا على المركز الرابع، وازداد بزوخ نجم روسي عشان يكون محط أنظار نادي السابق يوفنتوس. ولكن في النهاية للأسف الأمور ما تمتش وعطلت بسبب حظه السيء. أهم حاجة بقى أو أهم جزء من القصة، فبراير سنة 80 انفجرت قضية المهرهانات الرياضية الأشهر في التاريخ اللي هي التوتو نيرو، اللي تورط فيها أندية وشركات ولعيبة، وتم معاقبة طبعا الأندية اللي تورطت للهبوط للدرجة الثانية وإيقاف بعض اللاعبين، كان أبرزهم روسي اللي اتهم بالتلاعب في نتيجة مباراة فريقه ضد إيفيلينو في ديسمبر 79. اتحكم عليه بالسجن وإيقافه عن اللعب لمدة 3 سنين، والعقوبة بعد كده اتخفضت لسنتين. لكن بقى لازم تعرف حاجة، هل قصة السجن دي حقيقية؟ تعال بقى نشوف. تعتبر هي الكذبة الأشهر اللي مازال العديد من لاعبي كرة القدم بيتداولوها، هي أن روسي كان مسجون في إيطاليا وخرج من السجن وحقق المونديال، لكن الأمر ده ما حصلش، هو مبالغة تداولها الناس كتيرة عشان يعني تخلق دراما وقصة المونديال وقصة العناء زي ما احنا عارفين يعني. وطبعا ده زاد مع تألق روسي في البطولة وتحقيقه الحذاء الذهبي والكرة الذهبية الأفضل لاعب في أوروبا. القصة اتضخمت وبقت إعلامية متداولة أنه كان في السجن، لكن اللاعب ما كانش في السجن. في الحقيقة روسي تم إيقافه عن اللعب فقط وما تم سجنه، لكنه عاد من الإيقاف بشكل مثير للإعجاب. ولحد دلوقتي ما فيش تأكيد أو تكذيب للقصة دي، وده بحسب تقرير اتنشر على سكاي العربية، وهتلاقي المصدر بتاعه في الديسكريبشن تحت. يعني القصة دي كانت خيالية، خاصة ان ايطاليا صعدت ب3 نقط فقط من دور المجموعات، وكسبت البرازيل وعملت كاس عالم خرافي عشان تواجه بولندا في نص النهائي وتكسبها بعدها، وتكسب المانيا الغربية وتحقق بطولة اقل ما يقال عنها انها اعجازية. قصة باولو روسي، وعلى الرغم من انها من القصص الملهمة في كرة القدم، الا ان عليها جدل كبير. ولحد هنا حددت النهاردة من ملعب المصرية تبقى خلصت، ونشوفكم في حلقة جديدة. سلام.